نبارك لأهالي محافظة نينوى هذا الافتتاح الكبير وهذا المشروع العظيم مستشفى ابن الأثير. يسعدني أن أكون هنا اليوم بينكم لحضور افتتاح مستشفى ابن الأثير، ويسعدني أكثر وأن أرى الموصل تستعيد حياتها ورمقها يوما بعد يوم بجهود أهلها وبدعم كل المؤسسات العراقية والدولية. كل الغرف سبع على هاي الشكل. اليوم يعني حقيقة شيء ليس اعتيادي أن نفتتح هذا الصرح العلمي، هذا المستشفى الخاص بالأطفال اللي سعة السريرية يمكن توصل إلى 300 سرير. أطفالنا كانوا موزعين على عدة مستشفيات، يعني هذا المستشفى الحرب على داعش والمعارك جعلت تركام، اليوم رجع بأحدث الأجهزة الطبية وبهذه السعة السريرية اللي راح تخدم كل أطفالنا في محافظة نينوى. أيضا من هذا المكان احنا نشكر الجانب الألماني UNDP اللي ساهموا معنا في إعادة الحياة لهذا المستشفى. كان فيما يخص مستشفى ابن سينا، هل أحيلت المستشفى له؟ احنا رفعناه ضمن الخطة الأمن الغذائي، خصصنا له من أموال المحافظة بحدود 330 مليار دينار، وننتظر المصادقة على الخطة من التخطيط وإن شاء الله نبدأ. نقول لأهلنا في الموصل ألف مبروك افتتاح هذا المستشفى، ألف مبروك لكوادرنا الطبية، ألف مبروك لوزارتنا الرشيدة افتتاح هذا المستشفى الذي انتظرناه طويلا، انتظرناه بفارق الصبر عندما كنا نعاني من نقص كبير في السعة السريرية وصعوبة في تقديم الخدمات الطبية لأطفالنا من كافة المناطق الأغذية والنواحي وخاصة مرضى الثلاسيميا واليوكيميا. هذا المستشفى سعة 260 سرير الذي تعرض إلى دمار كبير من قبل عصابات داعش الإجرامية، ولكن الحمد لله استطعنا أن نعيد هذا المستشفى الذي تبنته أو أحيله إلى منظمة UNDP. صحيح كان هناك تلكؤ وتأخير في تنفيذ هذا المشروع، لكن الحمد لله تم اليوم افتتاح هذا المستشفى والمجهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة وصالات العمليات، ولدينا من الكوادر الطبية الكفوءة التي تستطيع أن تقدم أفضل خدمات لأهلنا في هذه المحافظة. الإنجازات دائرة الصحة نينوى لم تقتصر على المحافظة، شملت الأغذية والنواحي وكذلك القرى، حيث أصبح عدد المستشفيات الموجودة أكثر مما كان قبل، ولكننا بانتظار إكمال مستشفيات الرئيسية هو مستشفى ابن سينا ومستشفى الجمهوري. يعني نناشد دولة رئيس الوزراء، نناشد الحكومة المحلية بضرورة تخصيص المبالغ لهذه المستشفيات. هناك مستشفيات أخرى إن شاء الله سنقوم بافتتاحها قريبا، منها مستشفى ربيعة أو مستشفى زراعة مخاع العظم. اليوم حضرنا إلى افتتاحية مستشفى ابن الأثير للأطفال، طبعا بعد إعادة تأهيله من قبل منظمة UNDP والدول المانحة. طبعا هذه المستشفى كانت مدمرة جزء من عندها، هناك أضرار قد لحقت في هذه المستشفى ونقص في الأجهزة، تم إعادة تأهيلها من جديد وتجهيز بعض الأجهزة الطبية وصالة العمليات. طبعا المستوى الصحي في هذه المحافظة ليس بالمستوى الطموح وليس بالمستوى المطلوب، ولكن إن شاء الله أيام القليلة المقبلة سوف تبدي طفرة نوعية لبناء مستشفى ابن سينا ثم يتليها مستشفى الجمهوري إن شاء الله. هذا اليوم يتم افتتاح مستشفى ابن الأثير صراحة بعد إعماره من قبل UNDP بالتعاون مع قسم الهندسة والمشاريع في دار صحة نينوى، تم إعادة
بنائه على الطراز الحديث وبسعة 260 سرير بعد ما كان 200 سرير وبصالة عمليات. هذا إن شاء الله أول افتتاح مستشفى على مستوى محافظة نينوى. صراحة نتمنى المزيد من العطاء من قبل الكوادر العاملة في هذا المجال من قبل المشاريع والهندسة في ديوان المحافظة. شكرا للوصول إلى معالي وزير الصحة وإلى السيد المحافظ لمتابعة هكذا مشاريع استراتيجية. تم بفضل الله هذا اليوم الافتتاح الرسمي لمستشفى ابن الأثير بعد إعادة إعمارها وتأهيلها من منظمة UNDP. مستشفانا مثل ما يعرف الجميع مستشفى تخصصي في طب الأطفال. الوحدات اللي انضافت لمستشفانا بعد إعادة الإعمار هي افتتاح صالة عمليات لتضم كسور أطفال وجراحة الأطفال، بالإضافة إلى إن شاء الله خلال الأشهر القادمة سوف يتم افتتاح مركز توحد وإضافة جهاز مفراس وجهاز رنين للمستشفى.